عندنا توا 5 شهور والمحامين هيئة الدفاع تقول إنه الدوسيات فارغة وما فماش داعي لإيداعهم بالسجن 5 شهور من غير ما يحققوا معاهم حتى مرة. نحن نطالب برفع المظلمة فورا وغلق الملف، مش حتى للإفراج على المتهمين فقط، وإنما غلق الملف. مش معقول إنه أي إنسان مختلف معك في رأيه تعطيه بطاقة إيداع بالسجن. أي صوت معارض للسلطة القائمة هو مهدد بسجون المرناقية.